ملجأ الوحيد، رصيف الشارع وظل الأشجار، لا شيء آخر. هذا حال الخريجين بلا عمل، تعيينا كان أو قطاعا خاص. اختصاصاتهم متعددة، تربوية وعلمية، ومن جميع المحافظات. خرجوا باعتصام سلمي أمام بوابة المنطقة الخضراء مطالبين بالوظيفة. يعني الجهات المعنية، وزارة التربية احتمال، يعني في دروس كبار صفقات تصير، فاحنا نطلب من الجهات المسؤولة، واحنا اليوم مجتمعين هناك خريجين غير محاضرين، نطلب من دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي انه يشوفوا لنا حل. اي اكو حلول، فعل القطاع الخاص. عندك مثلا عندك محافظة واسط، ابسط مثال محافظتي، محافظة واسط عندها تمويل مالي ذاتي، الآبار النفطية، المنافذ الحدودية، هاي خيراتها وين جاي تروح؟ ليش ما تعطيها رواتب لهاي الخريجين؟ يتضمن هؤلاء فئات وعدها رئيس الوزراء بالتعيين قبل عامين عندما كانوا يحتجون في ذات المكان، لكن حتى اللحظة لم يتم إنصافهم وتطبيق الوعد، ما جعلهم يطالبون به حالا دون حجج واهية تبقيهم خلف أسوار البطالة. 22 شهر 12 نزل علينا السيد الكاظمي بهاي الساحة تشهد على لقائه، قال أنتم تستحقون التعيين وأنتم درجات وظيفية موجودة لكم، لكن على الموازنة اطون قوائمكم، اطون أسماءكم ورجعوا للبيت. هاي 6/12/2020، والحد هذا اليوم السيد الكاظم ما وفى بأي وعد. إنه احنا نطالب من خلال قناتكم الكريمة أنه السيد الكاظم أن يكون صادق بالوعد الذي وعدنا به. ليش باقي الفئات مشاها؟ ليش اللي عندهم ضلع مشوهم؟ ليش اللي عندهم فلوس 2004 و2005 موجودين يعرفوهم كل الزين كل الدوائر، هسه موجودين خريجين هاي السنة وطلاب ودا يجيبوهم يحطوهم عقود ويعينوهم، احنا ليش جايين من غير دولة؟ حقنا وناخذه، علاش عاد خريجين وتعبانين؟ ولا حد يقول لي قطاع خاص وما قطاع خاص، ما فاتحين هم اي شيء. احنا درجاتنا نريدها، وخلال هاي الاشهر يعني مو يشمرنا على 23، احنا حقنا، احنا ما علينا امن غذائي، موازنه، احنا حقنا نريده. الف درجه وظيفيه حملها قانون الدعم الطارئ لكل محافظه في طياته، لكنها لا تتماشى مع اعداد الخريجين، فهو طريقهم الوحيد في ظل ازمه اقتصاديه غاب فيها القطاع الخاص والمصانع والشركات. عمار غسان، قناه الرشيد. أعلنت